يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول والدتي تسأل وتقول إن أبي قد تركها منذ قرابة 15 سنة، يقول والدتي تقول إن أبي قد تركها منذ قرابة 15 سنة وهو لم يطلقها ولم ينفق عليها ولم يراعي شؤونها. سؤالها: هل لها أن تذهب حيث شاءت مع أولادها إلى العمرة وتسافر حيث أرادت؟ هل يجوز لها هذا؟ لا، ما يجوز لها هذا إلا بإذن طالب حقوق عند المحكمة. نعم، لكن ما دامت في عصمته إنها تجب عليها طاعته. نعم.